بسم الله الرحمن الرحيم. احنا يمكن بنعيش الايام دي ايام مباركة من الله سبحانه وتعالى، ايام نتمنى باذن الله وندعو الله سبحانه وتعالى ان هو يعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا جميعا باذن الله. ايام قليلة كمان ويحل علينا عيد الاضحى مبارك. كل سنة ومصر بخير، كل سنة ومصر بوحدة ولادها وقوة مؤسساتها بخير دايما ان شاء الله. كل سنة والنادي الاهلي بجماهيره وأعضائه ولاعبيه وعامليه ومسؤوليه وكل من ينتمي للنادي الأهلي بخير وطيبين بإذن الله، ودايما النادي الأهلي في تقدم في ازدهار إن شاء الله. يمكن يعني الأيام اللي احنا فيها دي بتخليني أرجع لورا شوية. جات لي فكرة دلوقتي وأنا بتكلم مع حضراتكم، إيه فكرة إنشاء النادي الأهلي؟ النادي الأهلي فكرة كانت ببساطة من الراحل الكبير عمر بلطفي، كان صاحب فكرة تأسيس النادي الأهلي، فكر في الفكرة دي علشان إزاي يجذب شباب وأهالي مصر للتحدي الواضح للاحتلال الإنجليزي. هي دي بداية رؤية وفكرة النادي الأهلي. عشان كده النادي الأهلي نادي الوطنية، النادي الأهلي بقت الوطنية بالنسبة له والانتماء وقيمة الانتماء بالنسبة له هي شيء مهم جدا وضلع هام جدا جدا في ثوابته وفي مبادئه وفي تقاليده وفي قيم النادي الاهلي. من هنا ومن حته الوطنيه بنتكلم عليها، احنا بلدنا دلوقتي تحديات كتير جدا موجوده في بلدنا، فبالطبع كل الدعم والمسانده لكل مؤسسات الدوله وعلى راسها طبعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهد الكبير المبذول وفي كل المجالات مش في حاجة واحدة بس، وكمان كل التأييد والدعم برضو لجيشنا وشرطتنا لتصديهم الدائم دايما لكل المخاطر اللي بيتعرض ليها الوطن الغالي علينا جميعا مصر. وإن شاء الله النادي الأهلي هيظل يعني درع وسيف وسند حقيقي لبلدنا مصر بإذن الله. ربنا يحفظ بلدنا وشعبها في كل العصور بإذن الله. يمكن من هنا عايز ارجع واتكلم تاني عن نشأة النادي الاهلي وجميع اعضاء مجلس الاداره في النادي الاهلي. كل واحد قام بدوره علشان الاهلي دايما يبقى عالي والنادي الاهلي دايما متقدم والنادي الاهلي دايما يبقى نادي القرون جميعا باذن الله ان شاء الله. يعني النادي الاهلي يحافظ على مبادئه ويحافظ على ثوابته ويحافظ على تقاليده ويحافظ على قيمه. هنا عشان كده انا بقول في المناسبه اللي زي دي عايز اشكر كمان كل اعضاء مجلس الاداره. وكان في شعار من سنوات، الشعار دوت برضو الراحل والكابتن كابتن صالح سليم كان هو مجلس ادارته أطلقوا شعار الأهلي فوق الجميع. النادي الأهلي من أول يوم هو بيثبت أن النادي الأهلي فوق الجميع، من أول يوم في تصرفاته في أسلوبه بما يليق بالنادي الأهلي. النادي الأهلي عمره ما ينحدر أبدا وعمره ما يتدنى أبدا لأي أمر آخر. النادي الأهلي بيتصرف بقيمة الأهلي. فالشعار ده طبعا فوق جميع أبنائه، الأهلي فوق الجميع، فوق جميع أبنائه. كل الناس يعني تعلي مصلحة الأهلي قبل مصالحهم الشخصية، وحتى لو جات على مصلحتهم الشخصية النادي الأهلي دايما هو الرؤية الكبيرة بتاعتنا، هو الأهم من أي فرد فينا. كمان بقى في نهج آخر، التاريخ والأيام لما بتعدي وتمر في نهج آخر برضو عاد تفكر فيه أنا ومجموعة مجلس الإدارة بتاعتنا، عايزين نترجم تاريخ الأهلي. إيه النادي الأهلي؟ إيه النادي الأهلي؟ يعني غير الوطنية وغير ده طبعا الثوابت دي بتاعتنا، لكن كمان فكرنا إن احنا نحط زي نهج جديد، نقول الأهلي ده تاريخ مبادئ تطوير، النادي الأهلي دوت تاريخ مشرف جدا يشرفنا جميعا ويفخر كل إنسان أهلاوي بتاريخ ناديه. التاريخ ده اللي كل يوم بتبني طوبة تانية وطوبة تالتة وطوبة، كل يوم بيتبني التاريخ ده بيتبني والناس تفخر بيه زيادة، ونحافظ على تاريخنا ونستمر في حاضرنا ومستقبلنا لبناء يعني بدء وكتابة تاريخ جديد بإذن الله. ده التاريخ. بالنسبة للمبادئ، مبادئ دي مش كلمة كده، الناس اللي يعني حقيقة النادي الأهلي مش أي حد يقول الكلمة دي، مش ممكن ما يعرفش معناها. النادي الأهلي عنده قيم وعنده مبادئ مش ممكن يتخلى عنها أبدا، مش ممكن يتخلى عنها حتى لو كانت على حساب
احد العاملين في النادي، احد اعضاء مجلس اداره، احد المؤسسين، احد اللاعبين، الاهلي الاول. الاهلي هو الاول، هي دي المبادئ بتاعه النادي الاهلي. الاهلي لما يتكلم كلمه، لما يقول قرار، يدرسه كويس جدا. النادي الاهلي هي دي مبادئ النادي الاهلي، لازم جميعا نحافظ عليها، وان شاء الله نحافظ عليها لاخر العمر باذن الله. بالنسبه كمان لتطوير، هو ده بقى الجزء اللي انا عايز اتكلم فيه. تطوير، تطوير دائم. التطوير، الناس تقول لك التطوير مش بس في منشأ، بس مش بس في مبنى، وان احنا نضيف مباني جديده او نضيف منشآت جديده، لا، التطوير كمان في الفكر عشان يواكب العصر اللي احنا عايشينه. التطوير في البني ادم وفي الشخص، ازاي احنا نطور هذا الشخص وازاي نثقله علشان النادي الاهلي يستمر دايما في تقدم باذن الله مستمر. فالتطوير ده في كل المجالات، كل المجالات، وده واجب على كل انسان يتولى مسؤوليه النادي الاهلي، يحافظ على الثلاثه دول، التاريخ وعلى المبادئ وعلى التطوير. ومن خلال بقى التطوير احنا النهارده بصدد يوم بالنسبه لنا يوم مهم، لان قيمه النادي الاهلي قيمه كبيره جدا، والنادي الاهلي دايما في تطوير مستمر بالنسبه لقناه النادي الاهلي. وعلى على على سبيل الذكر، القناه النهارده ويومنا النهارده في قناه النادي الاهلي، نتمنى ان شاء الله ان كلكم تسعدوا بيه باذن الله. والتطوير ده مش ما بيقفش، التطوير ده مستمر، لان قيمه الاهلي دايما كبيره جدا. يعني علشان كده احنا النهارده بنتكلم، وقبل ما اتكلم في التطوير اتكلم الاول برضو، ارجع بالذاكره لكيف بدات قناه النادي الاهلي. وهنا بحب اشكر كابتن حسن حمدي وجميع اعضاء مجلس الاداره اللي كانوا معاه من سنه 2004. 2004 جات الفكره، بس ازاي الاهلي يبقى اول نادي يطلق في افريقيا وعربيا، حسب ما انا يعني اتذكر او ابقى انا فاهم كده، يعني اول نادي يطلق قناه فضائيه باسمه. عشان كده بشكر الكابتن حسن مره تانية، هو جميع اعضاء مجلس ادارته. الفكره دي ابتدت 2004 2005 2006 ابتدت تتطور. 2007 2008 انطلقت النادي الاهلي، قناه النادي الاهلي سنه 2008. وهنا برضو بحب ان انا اتذكر بالخير الشيخ صلاح كامل، الشيخ صلاح كامل ومؤسسة مسك، والحقيقة اسرته كلها، الناس كلهم اقتنعوا جدا بالفكرة، واقتنعوا جدا بان ده امر مهم جدا للرياضة العربية والافريقية، وبتاريخ كبير جدا جاي. هم اقتنعوا بدوت، فكمان بقوا مشاركين فيه، ومشاركين فيه بقوة. وحضراتكم لازم تعلموا انهم ابتدوا مع النادي الاهلي سنه 2008. النادي الاهلي عشان ينشئ الاول القناه بتاعته لازم عمل شركه الاهلي للانتاج الاعلامي عشان تملك القناه. فالنادي الاهلي يملك القناه بتاعته، النادي الاهلي من خلال الشركه بيملك القناه بتاعته، شركه الاهلي للانتاج الاعلامي، عشان هي اللي بتتعامل مع مدينه الانتاج الاعلامي. فهنا النادي الاهلي بيملك القناه بتاعته. دخل الشيخ صلاح كامل الحقيقه واقتنع جدا بهذا الفكر، ودعم هذا الموضوع بحيث ان احنا عملنا تعاقد، اعتقد تعاقد ثري جدا جدا بالنسبه للنادي الاهلي، او بالنسبه لي لتعامل مع النادي الاهلي. النادي الاهلي اسم كبير وقيمه كبيره جدا، علشان كده النادي الاهلي في ضمن بنود التعاقد، النادي الاهلي يتحمل جنيه واحد في الصرف على القناه. كمان النادي الاهلي النسبه بتاعته الاكبر في الشركه، طبعا في الشركه مع شركه بتدير. النادي الاهلي كمان بياخد مبلغ قطعي سنويا، النادي الاهلي بياخد هذا المبلغ قطعي سنويا كام؟ 8 مليون جنيه سنه 2008 في السنه، ثم بقى 12 مليون جنيه، والايام دي منذ تولينا مجلس اداره بقت 20 مليون جنيه في السنه. القناه كسبت ما كسبتش، المبلغ ده بتاع النادي الاهلي، هي ده قيمه الاهلي، ده قيمه النادي الاهلي. فهنا انا بشكر يعني الحقيقه كل الناس اللي هم ساهموا في هذه القناه. دلوقتي جت برضو يعني الشيء اللي لازم اذكره، واذكره برضو بكل الخير، التحدي الكبير جدا اللي شركه لايف قامت بيه الفتره اللي فاتت. شركه لايف خدت قناه، وشركه لايف هي بتدير القناه، وده حقهم من يعني من كل الجوانب، هي بتديره من كل الجوانب. شركه لايف الحقيقه يمكن قاموا مجهود كبير جدا جدا الفتره اللي فاتت، وانا بشكرهم جدا من قيادتهم لجميع العاملين في الشركه، للي حسناه الفتره اللي فاتت من جهد مبذول
يعني فوق العادة لتقديم شيء كويس للأهلي وجماهيره وأعضائه طبعا ولكل محبيه. فأنا بشكرهم جدا جدا لإخلاصهم في العمل، وبشكرهم جدا للجهد المبذول خلال الفترة اللي فاتت. ومش عايز أقول لهم إن دوت يعني ده آخر التطوير، لا، إن الآن ثم موجود في تطوير دائم بإذن الله إن شاء الله. يعني كمان عايز أتكلم في جزئية برضو مهمة جدا بالنسبة بقى للشركة. أنا الشركة بتدير، الشركة هي دي الإدارة كلها للشركة لايف، ولكن أنا بطلب منهم حاجة الحقيقة، بطلب منهم أو عليهم مسؤولية كبيرة جدا جدا تجاه مصر وتجاه النادي الأهلي، عشان كده وجماهير النادي الأهلي. المسؤولية دي يعني عايز إن أنا أقول إن إحنا بنخاطب الناس كلها الفترة اللي جاية اللي أنا بنتكلم فيها، مش بس تجاه مصر والنادي الأهلي، لا، تجاه المعلومة وتجاه الكلمة اللي ممكن نبثها على الشاشة. عشان كده بقول إن إحنا مهم جدا ان احنا ننتقد، ده اللي انا بقى اللي انا بطلبه من الشركه، نحافظ على ثوابت وعلى سياسه السياسه العامه للنادي الاهلي، ننتقد بموضوعيه طبعا طبعا يعني، لكن نخرج على النص مرفوض تماما، لا طبعا. فده شيء مهم جدا، ارجو ان الشركه تكون في اعتباراتها هذه الامر، لان النادي الاهلي قيمه كبيره، وانا متاكد ان الشركه هتكون بنفس قيمة النادي الأهلي في التعامل إن شاء الله. كمان عاوز أختم كلامي لجماهير وأعضاء النادي الأهلي، أنتوا الأساس، أنتوا ملاك النادي الأهلي، أنتوا الداعمين بعد ربنا سبحانه وتعالى للنادي الأهلي، بيكم الأهلي دايما في المقدمة إن شاء الله بإذن الله، وكل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله نشوفكم دايما على خير بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.